شكرا. انا منيحه اكيد. شو كان عندك اليوم؟ اليوم كان عندي تدريب بيجوا عندي كاستمرز بدربهم بعطيهم اكسبيرينس عن ياس عن التراك الموجود عندنا. وفي عندنا عده سيارات، عندنا الكاترهام، عندنا راديكال، عندنا جي تي اوستن مارتن، عندنا الفيراري، وي هاف لوتس لوتس، يعني عندنا كثير انواع سيارات. طيب احنا بنعرف انه ياس هي وجهه رياضيه مثاليه لسباق السيارات المبتدئين والمحترفين. خبريني ليه اخترت ياس؟ ليه اخترت ياس؟ اول شيء من اجمل، عن جد من اجمل حلبه بالعالم. بعدين الفورمولا 1 تراك، يعني مش معقول الاجواء الفورمولا 1 اللي بتصير هون، يعني وي اول بروفيشنال، وي بروفيشنال تيم، انه نفرجي العالم كمان انه هيدا التراك مش بس انه للفورمولا 1 كمان، بس بنعمل كل انواع الايفنتس، يو نو عندنا كثير كثير ديفرنت ايفنتس. صح مزبوط، انا بسمع من اصدقائي انه بيجوا هون مش كرمال بس سباق السيارات، في جري، في المشي، في ركوب الدراجات الهوائيه. 100% خليني افكر اكثر. بنعمل سايكل نايت، بنعمل دريفت نايت، رانينج، يعني شو بدي خبرك، everything that you want to do موجود هون. وحتى الاجواء حلوه بالليل، الشيء باخذ العائله الاضويه والديزاين، اللون تبع ياس هيك فيه حياه. انا بحسك كنت بتحكي كانك بتحكي عن بيتك. صح، لانه هيدا بيتك. كيف انت دخلتي هذا البيت وكيف لقيتيه في البدايات وكيف فرق معك مع الوقت؟ مبدئيا انا بعالم السيارات من زمان، يو نو، اي بيكيم يعني اول بنت بالشرق الاوسط بعمل دريفتين، فانعرفت اكثر واكثر هون وكمان انترناشونالي. ما كان صعب عليك كانك اول بنت؟ كثير، هذا شيء ثاني، هذه خبريه ثانيه. كان في كثير باوندريز، كان في نيجاتيفيتي، كان لانه بنت الشرق الاوسط تعمل، يعني انت داخله عالم سيارات يعني عالم الشباب، انت كيف؟ وانا كثير كان تحدي كبير، كان كثير تحدي كبير، ولليوم طبعا بس كثير اختلفت، لانه اول شيء صرت انا كثير احسن، نجحت، فزت بكثير بطولات، وغير هيك انا غيرت المنتاليتي، التفكير، العالم، المفهوم العام طبعا، لانه بتعرفي كيف كان بس للشباب هذا الشيء، لانه كمان عم فرج انه النساء يعني الومن كان دو لوتس اوف ثينكس، تقدر تعمل اي شيء بحياتها. نور انت دخلتي ياس وانت محترفه طبعا. بالنسبه للمبتدئين، لو انا حابه اتقدم لاكون محترفه في سباق السيارات، شو بتنصحي المبتدئين؟ كيف الخطوات، شو الخطوات اللي ممكن يتبعوها لحتى يوصلوا لهذا الليفل؟ صح، طبعا هلا عم نحكي عن شيء كثير كبير، في عده ليفلز حسب كمان شو بدك تعملي، بدك تعملي تراك، بدك تعملي دريفتنج، يعني عندنا كثير انواع، فانت اللي حابه تتخصصي فيه انا بعطيكي من ليفل لليفل، فهمتي كيف؟ بقول لك بالضبط شو لازم تعملي وكل الخطوات، يعني انا رح افكر بالموضوع، يعني فكريش خلص يلا قولي لي. اوكي بالموضوع. طيب نور شو اعطتك ياس؟ اوف، ياس اعطتني كونفدنس، ثقه بالنفس، و هيك حسيت انه عندي فاميلي هون، فهمتي؟ يعني ما بعرف شو بدي افسر لك، عن جد اتس بيتي، يعني حاسه حالي انه ياس عطتني الهابينس، انبساط وروح، وعن جد كل ما افوت ضحكتي بتوصل فروم اير تو اير، يعني خلص عائلتك الثانيه زي ما قلت 100%، عن جد فعلا بدناش ننسى انه كمان الامارات هي عن فعلا عالم السيارات، لو تشوفي يعني مثلا الموتور شوز عم بتصير هون بقلب ياس كمان، فيعني انه كلها ستاديد، يعني كمان فهمتي كيف؟ اكيد مدروسه، خطوات مدروسه، خطوات بفض 100%. ثقافه جعل الرياضه صح، اللي تعتبر مش شيء احنا بنمارسه بس، هي ثقافه لازم نتبعها، مدروسه و100% اكيد. هل انت بتوثقي سباقاتك على السوشيال ميديا لدرجه انه ممكن تخلي الاشخاص يكونوا متحمسين لحتى يكونوا مكان نور في زمن من الازمان؟ انا كنت بنزل على السوشيال ميديا اكيد اي شيء، اي ايفنت، اي شيء طبعا على طول بخليهم يعرفوا انا شو عم بعمل. طبعا عندي فانز فروم اول اوفر يعني ذا وورلد، خاصه بالميدل ايست، خاصه بالشرق الاوسط، وهذا شيء كثير ببسطني لانه بحب العالم تشوف كمان خاصة كبنت عربية شو عم بعمل، يو نو، وشو كمان أنا عم بعطي للعالم وللنساء العربية. نور شو أكثر الأسئلة ممكن تنسألك على السوشيال ميديا بخصوص خبرتك؟ أول شيء بيكونوا بتشجعوا ليجوا لعندي صراحة، وبدي بس أقول لك شيء غير السوشيال ميديا او مع السوشيال ميديا، لما يشوفوني هون اي حدا بيجي، اي حدا ما يعني ما بعرفه بقول لي انت مش انت نور داوود، فبنبسط لانه بقولوا لي بس بدي اطلع معك، بصيروا يحكوا انه اوكي امتى اي يوم ممكن اجي، حابه انه اخذ اكسبيرينس لفه معك، دربينا كذا، هذا الشيء طبعا ببسطني.
نور انا هلا رح اجرب معك السباق، بس قبل ما اجرب لانه اكيد ما رح اقدر احكي ولا كلمه وانا عندي خوف كثير كبير. اوكي، حابه اعرف شو شعورك ورا الستيرنج؟ شعور شو ما بشعر شو ما بتشعر؟ سعادة، بتعطيني حياة، الأدرينالين اللي بحسها ماشي بخليني أحس هيك بالحياة، خاصة الرش والأدرينالين كله بيجي مش بس إنه من مثلا هلا عم سوق على تراك، بسوق تراك، بسوق دريفتينج، كمان بسوق موتو، بسوق بايكس، فهذا كله لما تجمعيهم كلهم مع بعض يعني سبيتشلس، ما بتقدر تفسر الشعور قد إيه في أدرينالين. هذا شغلي، هذا شغلي، هاي حياتي، وكل يوم أنا عم بعمل هيك، فتخيل عم بشعر هذا الشعور كل يوم. نور، مهم ان الواحد يكون عنده شغف. صح طبعا، اذا طبعا، لانه اذا ما عندك هذا الشيء سوري ما بتقدر توصل لمكان، ما بتوصلي للليمت اللي انت تقولي فيه هاي بالنسبه للحياه. يعني هي الشغف هاي اهم شيء بالحياه كلها، باي شيء، مش بس بالرياضه، هاي باي شيء لازم تكون موجوده فيكي، هذه يعني هذه ضروري ضروري. اكيد بلاها ما راح تزبط اكيد. شو اعلى سرعه انت وصلتيها بسباق السيارات؟ كان عندي سباق ببلغاريا، وعملت بمطار كان كثير كبير، كان في عندي مجال اسرع، كنت على فورث اند فيفث جير، كنت بسرعة 190. وهون بياس 190، عم بحكي عن 190 سايد ويز، مش عم بحكي عن انه ستريت لاين. وهون بياس سقت كثير ديفرنت كارز اكيد. عملت دراج ريسنج، يعني وصلت ل 300 اظن 320 هيك شيء. اقل بشوي، بس انا اقل بشوي هذه بس انه هيدي يعني هاي الدراج ريسنج. فعندنا دراج ريسنج سكول از ويل، عم بقول لك كل شيء موجود. نور، خبرينا عن اكثر رياضه بتفضيها هون بياس. الصراحة كل شيء حلو، بس أنا عن جد ماي فيفورت اللي هي الفورمولا 1، أجواء شيء مخيف، ممتع، عن جد ممتع، وخلص بحب أجواء يعني. وشو أكثر سيارة بتحب تسوقيها هون بياس؟ أكثر سيارة بحب أسوقها اللي هي الكاترهام، كثير حلوة، سريعة إناف، ولايت كمان، خفيفة وحلوة وجميلة، فهمتي؟ ومش وهيك صغيرة بتحسيها وعلى الأرض واطية هيك، بتحسي فيها حياة غير عن السيارة، السيارة فهمتي كيف؟ شو الرياضة المفضلة لإلك كنور غير سباق السيارات والرياضات الثانية، حابة إن هي تنضاف هون بياس وتكون حلمك؟ صراحة بحب تو ثينجز لازم أضيفها، هي التنس والسويمينج. سويمينج عندي نمبر 1، والصراحة دخلت أولمبيات قبل، يعني أنا بنت كثير رياضية، فهي الرياضة أصلاً خلتني وين أنا اليوم. كمان قلت كيف مرنت حالي انه اكون منتلي سترونج، يعني انت لازم تكوني عن جد مش بس فيزيكلي، بس كمان لازم منتلي تكوني قويه. أكيد أكيد. فهي الرياضه كلها بنتني، يعني خلت تبني شيء كثير حلو فيها. تو جاهزه؟ انا اول مره اجرب هيك سباق، بس كثير محمسه. Let's go have fun. Yeah. Are you ready? Yes. Let's do it. روان، خبريني كيف كان الاكسبيرينس تبعك؟ كانت تجربه كثير حلوه يا نور، كثير. انا كثير كنت خايفه اني اقوم بهي التجربه، بس استمتعت وحسيت بالامان معك، واكيد بجربها مره واثنين وثلاثه. شكرا كثير لك. وسوري انا بدي استاذن منك، عندي ميعاد لازم اروح عليه. يلا موفقه. اوكي يلا، شكرا. حبيبتي. باي حبيبتي.